ما اقدر اضرب اليمين. ماي جاد. رجعناكم في تي في تي. الحلقة اليوم راح تكون تحديات مريضة، وانا ما ادري وش التحدي المريضة راح ينتظرني، لكن قبل لا يبدا التحدي اتمنى تكون حاطة لايك، واذا ما كنت مشترك يلا والله فيك تنورنا، فضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. اتمنى يا جماعة الخير نوصل ذا المقطع اكبر عدد من اللايكات، 1000 لايك وما فوق، لانه حرفيا المقاطع السابقة مو قاعد توصل 1000 لايك والدعم حسه قلل شوي، فاتمنى انكم تدعمون ذا المقطع وتنشرونه، اتمنى المقطع ذا يوصل 1000 لايك، واتمنى يا جماعة الخير تستمرون في الضغط على زر اللايك لانه هو اللايك هو راح يساعدني اللي ما راح ياخذ منك جزء من الثاني. وبس والله ليتس جو للعجلة. رايحين اغلبكم منصدم يقول ليش جايب العجلة؟ خبرك شلتها؟ لا، تحديات مريضة لازم نخليها، بس تحديات مريضة نخليها، خلي الفلسفة بس كذا. يلا خلينا ندور شو التحدي اللي بيجينا. عندي لك تحدي مريض صح، ابغاك تلعب وتحط السنسيفتي حق الماوس بطيء مرة، وابغاك تزدح اثنين واتمنى تطلع. لا 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 والله ما يمدي، حرفيا ما اقدر امسك احد، استهبل واثنين يا حبيبي احمد ربك قد راح اسويه بدون ما اكثر ولا احد. والله ما يمدي يا جماعه الخير ابدا. ما اقدر ليش اسولف وطول السالفه. الحين تشوفون بيتناكم في المقطع وش راح يصير فيني. والله احس ذا التحدي بيعقدني. تضحكون انتوا، اهم شيء الواحد يشوف المقطع يستانس يستمتع. طبعا اخترت ذا بليك، ما ادري ايش اخترت ذا بليك، كان ودي صراحه بيني وبينكم اني اختار فريدي، لانه فريدي صراحه البلد حقه اشوفه صراحه من اقوى البلدات حاليا كضغط. فقلت مقطع اللي راح من تحديات مريضه فريدي والحين فريدي فما ينفع، فاخذنا بليك لعله وعسى بليك تمسك لنا الجيم. وبنفس الوقت حاب اتكلم في بعض الاخبار نزلت من ديد باي دايلايت الفتره الاخيره، كان ودي انزلها مقطع خاص لكن صراحه حسيت انه ما تحتاج مقطع. طبعا النيرس زي ما تعرفون، واذا انت ما تعرف ترى النيرس الشركه متكلمه قبل شهر انه بتسوي تعديلات على الادونات حقتها، فهم فعليا سووا تعديلات واعلنوا عن 3 ادونات فقط تغيرت. ان شاء الله تعالى اذا ما نسيت بحط لكم اياها تحت في الوصف وش تغير فيهن وصف المقطع. والشيء الثاني، انتم تدرون انه خلاص حنا في الواقع في الشهر حقنا ذا الواقعي انه هذا الهالوين. ليش احس الماوس الان سريعة؟ دقيقة صارت، والله صارت بطيئة. لا ما يمديني احرك شيء، دقيقة لازم ارفع دريل يا شيخ ترفع فيه على. لا تستهبل من جدك انت. صار الله توي لي. على العموم يا جماعة الخير هذه الماوس انا قاعد احرك فيها 360 يا شيخ، ماني قادر الف الا لفة صغيرة، فعلى كذا انا بشيل قوتي. انا قاعد يطقطق علي حقك الطبيعي. والله للاسف يعني انا كنت قاعد اسولف يعني ونفس الوقت انا كيف بطل. يا ولد والله قال اقتل الاثنين، اقتل الزمن. ابلع. تعال تعال تعال. صبر الله توب لي. ترى تتعبى الحين شو اسمه. يا الله ماني قادر الف، والله العظيم ماني قادر الف. صبر الله توب لي. ابغى اتكلم عن الهالوين. يلا 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 تكفى 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 تكفى. يعني وش متوقع انا يعني؟ صح على فكره الان قاعد العب بالسيفرات، ففي حال شفته يعني اي مشاكل. صفر الله توب لي. العموم ان هالوين في حياتنا الواقعيه الشهر ذا ينزل، فغالبا الشركه راح تنزل هالوين الاسبوع ذا، يمكن الخميس، انا متوقع الخميس بشكل مره كبير. لو اكسر الجنريتر. صفر الله توب لي. ممكن الخميس ذا ينزل، علشان لو نحسب يعني مثلا من الخميس نهايه الشهر راح يكون هالوين بالواقع حقنا، فممكن ياخذون وقتهم يعني في يعني يكون وقتها. يرحم امك. تعال. يا الله صفر الله توب. ما يمدي والله ما يمدي اسوي لك شيء يا شيخ، تقولني راكب تريلا، انا ما راكب ذا بليك. اوكي ابلع غيا يا غا. يا الله والله العظيم. لا يا شيخ لازم تاخذ وزنيه انت خاصه فيك. تعالي 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 غيا بوف. الحين ذا الاثنين ترى تشتغل ورا بعض. والله العظيم ما نقدر. خذ لك عاد اللفه الاسطوريه. قاعد ادور انا الحين. ها سلام عليهم. ايه بالله الدنيا
الف عليه على كيفي. يلينا الليل. يا الله حتى الانبوت حق اللعبة الخايس ما يشتغل. دقيقة اصبر. متحمس؟ متحمس؟ تعال. متحمس ها؟ وعاب نفسك مع واحد راكب تريلا مو راكب كيلر. لا لا تكسر. الحين لو يجيني واحد كشاف لي فلسني وانا قاعد اضحك. هذا المروح اللي علقته. اوكي. خلاص اطلع 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 يلا اطلع 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 يلا خلصوه خلصوه. خلصوه يا مروح. ماي جاد والله انك قهرني 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 قهرني. شكلنا بنحط نو ان سكيب ديث. نو ان سكيب ديث زين وهلو زينين بدالها ثانوتوفوبيا المروح لليفل 1. تعال كمل فتحت البوابه تعال تعال يا رجال انا افتح لك البوابه طال عمرك ابشر ولا تزعل. ها اها يلا يا اخي ذول الستريمر الاجانب يتكلمون عن السيفرات انه قال السيفرات خايسه. والله اني ما اشوف مشاكل فيها. ايش وضعهم يقولون عنها خايسه؟ ما يمديني قاعد تتلوب فيني ها؟ ترى خلاص يعني اقدر ترى اولع الحين السرعه واوري شغلك. هذا يقول هذا يقول ايش في كذا يلف النبت. عيب عليك تلوب فيني يا مروه. اطلع 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 سود الله وجهك اطلع 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 بالمقلوب اطلع اطلع يلا اطلع تبك عطى 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 1-0 عطى 1-0 اوكي انا بحاول اني اولع السرعه حقت الماوس وطيحك الجنب هناك بعيد. او ما لم تزبط معنا سبحان الله خلاص الرجل بطيء ما عاد ينفع. يلا ليتس جو اجيم اجيم ثاني جيم ثاني اجيم او ماي جاد جيم ثاني جيم ثاني عشان حتى بسولفكم عن هالوين ما قدرت اخذ راحتي بسبب الدوري. صح اغلبكم يحب يشوف الرانكات قبل لا اطلع. طبعا اول واحد من فوق رانك 4 اللي تحته رانك 2 6 2. خلينا نشوف تبغون تشوفون رانك 4 كيف لازم نبعد لكم الكرسي نبعده كذا كذا نبعده كذا ها تشوفون الرانك كم؟ رانك 4 اوكي يلا خلاص ليتس جو. اوكي بتكلم الحين عن عن الهالوين. الهالوين في حياتنا الواقعيه ينزل متى؟ في ذا الشهر شهر 10 يجي 29/10 ومدري 30. فالشركات وش نظامهم؟ الشركات ينزلون دائما مثل شركه بليزرد اوفر ووتش او دي 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 يعني اي شركه تحتفل بالهالوين ينزلون قبل الهالوين باسبوعين. فلو نفترض انه بيهيفير دي السنه بتمشي زي نظام السنه اللي راحت فغالبا انه الاسبوع الجاي مو الاسبوع الجاي اليوم الخميس الجاي راح يجي. احنا اليوم انا قاعد اصور يوم السبت المقطع بينزلكم الاحد الساعه 2 الظهر. فالخميس اللي بعده بعد 5 ايام غالبا بيجي هالوين فيها الخميس اتمنى صراحه. او اذا ما جاء الخميس ممكن يجي الاسبوع اللي بعده. بس لكن الاسبوعين ذول يا ذا الاسبوع اللي احنا فيه حاليا يا الاسبوع اللي بعده مستحيل يتاخرون اكثر من كذا. هذا مجرد توقع من عندي واتمنى صراحه لو ينزل الثلاث ذا بيكون شيء مره اسطوري. لكن اميل اليوم الخميس افضل. طبعا صح هذا بس الموضوع حبيت اتكلم فيه. الموضوع الثاني ضفت الكاميرا الثانيه عشان تشوفون وين قاعد اتحكم في الماوس. الحين زي ما تشوفون سريعه الحين بحطها اسرع كذا اسرع اسرع اوكي كذا بطيئه مره. هذه ابطا واحده. طبعا اللي عارف البي سي عارف انه يمديك تركب 3 بروفايلات بروفايل سريع بروفايل اسرع بروفايل على كيفك. فانا حاليا هذا بروفايل ابطا شيء اللي هو زي ما شفتوا قبل شيء كان 50 ابطا شيء. غيرت في بعض البركات علشان لعل وعسى اقدر امسك الجيم شوي وحطيت لهم حبه موري. الواحد يعني لازم يحط موري اعتقد اني حاط موري حاط موري. والله ما ينفع شوف لك خذ يعني والله العظيم جايب قهوة ومستمتع حتى صرت اكلج مستمتع ومعين من الله خير. انت قاعد تستهبل ها؟ صرت الحين الرجال الاستهبولي ها؟ بقول لك الله يخليك تكفى تكفى يا لين الليل. ابلعي 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 تعال ايس لازم نرفع شوي والله. اي نعم نعم لازم رافعين شوي. ابلع لفي لفي على هذا اللي هنا اه بديله جنريتر. قال لا الاجانب قال يتبكبكون من السيرفرات. ما فيها شيء ترى السيرفرات يعني في لاك بسيط لكن مو زي البطاريه راحت. شوف زي كذا وانا قاعد افتح الخزن اوكي فيها
هناك خفيف. روحوا جربوها قبل شهرين يوم نزلت كابوس. يعني والله العظيم انه الماوس المسكينة قاعد تسبح سباحة على الماوس باد حرفيا. ما اقدر اضرب اليمين ماي جاد. احنا شي يعطيك وضعية سبايدر مان اللي كذا يعطي وضعية المناظر الى اليمين واليسار ما ينفع والله معاه. بيطيح البلد فابغى اسبق افضل. يا اخي داري انك والله العظيم داري انك بتطيح بس ما ادري ليش ما سبكت يعني وعينت النظر خير كذا كنسلت صراحه يوم شفتك كذا مشيت سيدة لعبت علي يا امرو ومسك حتى لا في رده فعل. وين راح؟ طلع فوق والله لا تلوبني طول الجيم والله العظيم وما بلزان يا الله ماي جاد ماي موري لا والله ماي جاد والله عظيم رايك اسوي مسوي كذا. اوه ماي جاد انت ما اقدر اسوي مايند جيم انا اقدر اسوي شيء. ماي جاد يا را اوكي جيم جيم للنسيان حبيبي ايش كلام انت يا شيخ ما في معلوم الحين هذا يسجل مقطع علي يستمتع سوى لوب في كيلر خمس يترات وين راح؟ اسمع صوته هنا يب. هو الصوت واضح وكل شيء واضح ودقيق ولكن الرجال هذا الى الان ماني قادر امسكه. نو نو هذا غلط مني ما له دخل انا لو ضغطت كذا كلك خفيف. يا الله يا الله طار رجع رجع من هنا حلو يا العظيم اقتل الدين اقتل الدين ماي جاد ابغى امسكك ابغى اكبر لك ابغى اكبر لك قهرني قهرني ما ادري ليش قهرني وين البيسمنت والله خوفك عاد نام سوى ليت جتنا من عند بليك سلام عليك يا مدير طبعا الجيم مع السلامة جنريتر جنبي وجنريتر بعيد هناك وجنريتر ابعد فالحين راح تسمع صوت والله حرفيا بتسمع الصوت شو اسوي يعني وتحسب انه راح يتركونه كذا عايش راح يجون ياخذونه شباب اذا طيحوك ما معهم بورتين عنزلة راح تاكل موري كذا راح اطرحك بعلبة البخور هذه حقت اللي تبخرك ابخرك فيها ان شاء الله تعالى بإذن الله أنا راح أبخرك فيها صدقني. إي اطلعوا 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 خلوا لي هذا الرجال الطيب عندي هنا معين مرة خير. خلوه عندي خلوه عندي. خله تبلع حلقك يا رجال أحسن ما أطرحك بالبخور اللي معاي. والله لا أطرحك على راسك فيه. بإذن الله طبعاً يا عيال ما أنت جحفل وراح أتجحفل. هذا واحد يمين يسمعه. سيب سيب ما ابغى امسكك سيب سيب طبعا الخطه هذا معاه بالانستاندنج يا رب ما يبلكوني بس يا رب يا رب يا رب يا رب ما راح يبديني اسوي شيء يا جماعه غير ما راح يبديني اسوي شيء والله ما راح يبديني اسوي شيء اوكي لا بردان لم تزبط معنا صارت بليز وين النور سكبتد او ماي جاد النور سكبتد ما اقدر ارفع حتى اوه ماي جاد اي سيبيه ثيف اوه ماي جاد يا اخي اقسم بالله العظيم بضحكوني ذولي اللي كذا يتبقوا لك في تحديات ما يدرون انك اصلا انت قاعد تسوي عليهم تحدي اطلع اطلع يا مروه اطلع يا مروه الحين على عيني بيكتبوا لي ايزي لا والله احس انهم محترمين ما ادري ما ادري ما ادري بس والله ما ادري المهم تحديك مريض واعطيك انا ختم الجوده انه مريض 100% انا صراحه اهنيك على التحدي ذا المريض اللي اعطيتني اياه وين الماوس يا عمي خلاص رجع سرعه الماوس طبيعيه خلاص خلصنا التحدي اوكي طحنا توبب عادي ما يهم الشباب سرايف ذا فريند رانك 4 رانك 2 رانك 2 رانك 4 حركات 2 4 و2 1 ماني موريكم الرانك الاولي يا شيخ الله بوريكم ها شوفوا عشان لا احد يزعل
طبعا الشباب وش حاطين؟ طبعا اغلب السرفايفر في الوقت الحالي صار يلعبون ايرون ويل، اذا تلاحظون ايرون ويل ايرون ويل ايرون ويل، لانه السبيريت معذبت الجميع. السبيريت مره قويه، مره الى ابعد درجه قويه حرفيا. يعني انت اذا جديد في اللعبه روح احترف سبيريت، اي احد مضيق صدرك العب سبيريت، اي احد حاطه براسك العب سبيريت، يا شيخ نعسان العب سبيريت، صاحي من النوم العب سبيريت. انا عن نفسي ترى احب سبيريت لكن ما احب العبه واجد، لانه احب انوع، انا من نوعيتي ترى مشتخني انا في الموضوع، قاعد اتكلم عن سبيريت، لا تشطح على نفسك ثاني مره، خلاص بشطن امرك. انا ممكن اكون وصلنا نهايه المقطع، شاكركم على المتابعه، اتمنى ان يكون كفيت ووفيت. في النهايه يا غالي اذا ما كنت حاط لايك اتمنى تحط لايك، واذا ما كنت مشترك هلا والله فيك، نورنا في ضغط زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. واذا في عندك تحدي مريض زي التحدي ذا المريض اللي لعبناه اسده وتعال بالتعليقات، والله صراحه هذا التحدي يعني بيني وبينكم انا كنت متوقع اني اقدر اجيب والله صراحه واحد ولا اثنين، بس يوم اني لعبت ابدا ما كنت متوقع بطء الماوس راح يسوي كذا ابدا صراحه، ما اقدر الف لا يمين ولا يسار على راحتي، والله شيء غريب صراحه. اتمنى تجربونها وتعطوني رايكم تحت، اتمنى حتى حقين السوني جربوها والعبوا وعلموني وش رايكم بعد ما خلصتوا الجيم، هل انت متنرفز ولا بالعكس مستانس ولا اي شيء. وبنفس الوقت يا جماعه الخير اعيد واكرر، انا ترى ذا المقطع قاعد العبوا على سيفرات اللعبه، فابغاكم تحكمون انتم في عيونكم، هل تشوفون السيفرات وانا قاعد العب ككذا، هل تشوفون انه في مشكله في لاك في شيء؟ انا عن نفسي صراحه وانا قاعد العب ما قد واجهت مشاكل لاك صراحه، يعني حرام الواحد يظلم، لكن في مشاكل اللي هي ديلي بسيط عند مفتح الخزن، يوم انه تطيح علي البلت، او يوم اني اكسر البلت، يوم اني اكسر الجنريتر، يوم اني اعلق احد في لوك، اشياء كذا بسيطه جدا هذه قاعد تواجهني. بس انه مثلا وانا قاعد اضرب احد وانا قاعد الوب في احد، ما قد صراحه اشتكيت من ذا الموضوع ابدا. ففي النهايه انت واحكمه، وعلى فكره ترى الشركه راح تصلح السيرفرات اكثر واكثر من كذا، بس هذه ترى تجربه، فاحنا ما نقدر نحكم على التجربه، هذه مجرد تجربه وتبقى تجربه، وان شاء الله تعالى نشوف. على قولتهم هم في الخريف راح ينزلونها، راح ينزلون السيرفرات بشكل رسمي على كل المنصات في الخريف، فنشوف من هنا الخريف معهم كم شهر باقي من هنا ونشوف وقتها هل راح يعدلونها اكثر من كذا. انا عن نفسي صراحه راضي رضا على الموضوع حاليا، واتمنى صراحه يعدلون الجتشات وتصير توب توب السيرفرات، لكن من ناحيه انه المطارده او شيء لا والله صراحة أرفع لهم القبة احتراما، تعديل أسطوري من آخر مرة للحين، وإن شاء الله تعالى يتطورون أكثر من كذا بإذن الله تعالى. المهم بس والله شكركم على المتابعة، زي ما قلت في النهاية ما أقول غير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسونا من لايك يا جماعة الخير، بدعمكم نستمر ونواصل ونقدم الأفضل بإذن الواحد الأحد، وبس والله السلام عليكم. أنا أعتذر يا جماعة الخير على شيء بسيط صار في المقطع، والمشكلة يا الله هذه ثاني مرة أسوي نفس المشكلة، والله أني متنرفز من نفسي. بعد ما اخلص تسجيل اكتشف اني مسوي مشكله غبيه جدا، هي ما راح تخرب على اللعبه لكن نفس الوقت يعني مضايقتني انا صراحه. طبعا زي ما شايفين قدامكم تحسون الصوره كذا مقصوصه من فوق شوي ومن تحت شوي مقصوصه، طبعا هذا الشيء بسبب اني انا اكون مشغل تصوير سطح المكتب واصور العجله، فبعد ما اخلص تصوير العجله ونروح على الجيم انسى اني اقفل تصوير سطح المكتب، فتصوير سطح المكتب مقصوص من فوق شوي ومن تحت شوي، فللاسف كان لازم التصوير يطلع لكم زي كذا زي كذا اللي شايفين قدامكم، لكن للاسف اكتشفت نفسي ان انا مشغل تصوير سطح المكتب ذا اللي يخلي الصوره لكم زي كذا يخليها لكم. انا اعتذر صراحه يعني ما تشوفون ذاك الفرق الكبير، يعني اللهم الصوره بس صارت اعرض بشوي بشكل طفيف، انا اعتذر عند الشيء ان شاء الله تعالى ما راح يتكرر في الحلقات القادمه باذن واحد احد، وانا اعتذر لكم اعتذار من القلب وبس والله، السلام عليكم.